فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان، فلذلك أمر العبد بدوام دعاء الله سبحانه بالهداية إلى الاستقامة التي لا يهودية فيها ولا نصرانية أصلا. نعم، والطباع البشرية تقتضي من الإنسان الانحراف واتباع الشهوات، طبيعة البشرية كذا. الإنسان في بطبيعته إن لم يتداركه الله عز وجل فإنه بطبيعته البشرية يميل إلى ما يتعارض مع الأخلاق ومع الدين ومع، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وبقي على فطرته، بقي على فطرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قد تفسد الفطرة وتنحرف الطبيعة، وكذلك الشهوات النفسانية، فإن نفسه أيضا تأمر بالسوء، كما قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالإنسان لو ترك وشهوته، لو ترك وشهوته أو ترك وطبيعته المنحرفة لا مال إلى ما عليه هؤلاء. نعم. فيما يكون من التشبه خطأ يا شيخ، ممكن يصف به من فعله وهو غير عالم، فعل شيئا لم يعلم أنه فعل، لم يقصد التشبه بهم، هذا هو كأي خطأ يعني. هذا هو نعم. قال: وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان. نعم. لذلك تتقاضاه الطباع الشريرة، الطباع الشريرة المنحرفة، ويزينه الشيطان الذي هو شياطين الإنس والجن، دعاة الضلال. الشيطان المراد بهم دعاة الضلال الذين يدعون إلى هذه الأمور، وما أكثرهم اليوم من يدعون إلى اتباع هذه الأمور والتشبه بالكفار، ويظنون أن الرقي والحضارة والتقدم إنما هو بالتشبه بهم في أخلاقهم وفي قشورهم التي لا خير فيها، فهم يتشبهون بهم فيما لا يوصل إلا إلى الشر، لا يوصل إلى خير، لا يتشبهون بهم بالجد والعمل والتعلم الجاد، وإنما يتشبهون بهم في الترهات والسذج التي لا فائدة فيها من أخلاقهم وأعمالهم وأقوالهم. نعم. قال: لأن ذلك تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان، لذلك أمر العبد بدوام دعاء الله سبحانه بالهداية إلى الاستقامة. نعم، لذلك أمر العبد بمداومة الدعاء، دعاء الله عز وجل بالهداية: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا في كل ركعة من صلاتنا ندعو بهذا الدعاء، دعاء مسألة: اهدنا، أي دلنا وأرشدنا، الصراط المستقيم، أي الطريق المعتدل المخالف لطريق المغضوب عليهم والمخالف لطريق الضالين. هذا هو السر في أننا نقرأ هذه السورة العظيمة في كل ركعة من صلاتنا، أننا على خطر، فنسأل الله أن يؤمننا من هذا الخطر، لأن خطر اليهود والنصارى مستفحل في كل زمان ومكان، لا سيما وأنهم يدعون أنهم أهل علم وأهل خبرة وأسبقية، والغر من المسلمين قد ينخدع بهم. نعم.